النهارده حاجات كتير بقت رقمية، والعالم الرقمي اللي بقينا عايشين فيه قرب الناس لبعض وسهل حياتهم كتير، والمصالح اللي كانت بتاخد مننا وقت كبير أخيرا بقى ليها حلول أسرع. طوابير تخليص الورق، التوهان من شباك لشباك، والخزنة اللي بتقفل بدري، كل دي حاجات كانت بتصعب علينا حياتنا وطول عمرنا بنشتكي منها. بس دلوقتي كل ده بيتغير، ومصالحنا الورقية بقت رقمية، وده لأن الحكومة المصرية كلها تعاونت علشان تقدم مشروع قومي جديد، وهو مصر الرقمية، اللي علشانه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطور البنية التحتية للاتصالات، وبتقوم بربط أكتر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليار جنيه. وصلنا منهم لحد دلوقتي أكتر من 18 ألف مبنى حكومي، ده غير تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع باقي الوزارات لميكنة كافة الخدمات الحكومية اللي هيتم إطلاقها تباعاً، وده باستثمارات أكتر من 6 مليار جنيه. كل ده علشان يكون عندنا حكومة متكاملة رقمية وتساعدنا نقدم كل الخدمات من مكان واحد. منصة مصر الرقمية. يعني إيه منصة مصر الرقمية؟ يعني خدماتنا ومصالحنا الحكومية بقت موجودة على الإنترنت من غير وسيط وبشكل متطور وبسيط، علشان نسهل حياتنا ونخلص ورقنا وإجراءاتنا بسهولة وبسرعة. وبكده ما بقتش مضطر تخلص إجراءاتك في وقت معين، لأنها متاحة 24 ساعة في اليوم طول الأسبوع. المنصة دي وصلت خدماتها لأكتر من 130 خدمة للمواطن، وهنزود خدمات السنة دي والسنة الجاية لغاية ما نوصل لكل الخدمات اللي تهمك، واللي كان بيخلص في أيام هيخلص في دقائق. منصة مصر الرقمية بتقدم الخدمات بطريقة مختلفة وغير مسبوقة، لأن الأول مرة الخدمات الحكومية بقت مميكنة من الألف للياء وبتتقدم من مكان واحد. في المرحلة دي المنصة بتقدم مجموعة من الخدمات، من أهمها خدمات رخص وخدمات مركباتي اللي عن طريقهم ممكن تجدد رخصة السيارة أو تدفع مخالفاتك، وخدمات التوثيق اللي من خلالها تقدر تحجز معاد أونلاين وتعرف أقرب مكتب توثيق ليك وكثافة ازدحام المكاتب، وبكده تقدر تختار المكان والميعاد المناسب ليك وتخلص خدمتك في دقائق. وخدمات الأحوال المدنية اللي تقدر من خلالها تطلع بدل فائد أو تالف لبطاقتك، وكمان خدمات التموين اللي عن طريقها تقدر تفعل البطاقة وتعمل بطاقة جديدة تطلع بدل فائد أو تضم أفراد عائلتك لبطاقة التموين. وكل الخدمات دي هي عينة من خدمات التموين اللي بتوفرها المنصة، ده غير خدمات التأمين الاجتماعي زي الاستعلام عن آخر مدة تأمينية وعن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة والبيانات الأساسية لملف المعاش وغيرها، وخدمات المحاكم هتسهل المحامين إجراءات تحرير الدعوى المدنية من على المنصة، ده غير إن قريب قوي هيكون في خدمات تانية لمهنيين تانيين كتير. منصة مصر الرقمية بتقدم الخدمات دي بطرق كتيرة بسيطة تناسب كل واحد فينا، فمثلاً ممكن تخلص خدمتك أو مصلحتك عن طريق منصة مصر الرقمية misr.gov.eg، والموضوع بسيط ما فيهوش تعقيد، كل اللي عليك تسجل الرقم القومي ورقم المحمول الخاص بيك مرة واحدة بس، وبعدين تختار الخدمة اللي محتاجها وهتجيلك رسالة على رقمك عند إتمام الخدمة. وحتى لو ما كنتش من مستخدمي الإنترنت ولا يهمك، لأنك ممكن برضو تخلص خدمتك عن طريق مكاتب البريد، وكمان ممكن نوصلها لك لحد البيت أو تحدد المكان اللي عايز تستلم منه الخدمة عن طريق مكاتب البريد. ولو مش عايز تنزل من البيت تقدر تكلم مصر الرقمية على 15 3 ساعات، وهيخلصوا لك الخدمة بالكامل وانت معاهم على التليفون. المنصة كمان بتوفر طرق للدفع كتير، يعني ممكن تدفع بكارت البنك أو المحفظة الإلكترونية أو شركات التحصيل الإلكتروني، أو تدفع نقدا في مكاتب البريد. واتطمن معاملاتك كلها مؤمنة بأعلى المعايير الرقمية الدولية. الحكاية بقت سهلة وما فيهاش تعقيد، وكل الخدمات دي ممكن تعملها من بيتك أو من أي حتة، ولسه في خدمات تانية كتير هتكون على منصة مصر الرقمية. وبكده هتوفر مشاويرك للمصالح الحكومية وتخلص مصالحك بسرعة وبسهولة. تقدر دلوقتي تستفيد من خدمات مصر الرقمية من خلال الدخول على المنصة والاشتراك مجانا على موقع misr.gov.eg. منصة مصر الرقمية نقلة كبيرة خلت معاملاتنا وإجراءاتنا أسهل، وبتوفر علينا وقت ومجهود وفلوس. مصر الرقمية.